مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ من اكثر الجهات اللي برضو عم بنسال عنها دائما هي الاخويه القطريه، وهي جهاكم هي للامن العام او الجيش القطري، فنقدر انه احنا نعرف اكثر عن هاي الجهه. جاسر مصطفى وجي توكس ووظفة. قبل ما أبلش في الوظائف لهذه الجهة، بحب أحكي لك إنه إحنا في ظل أزمة هذا الفيروس، بدك تدير بالك دائما على صحتك وعلى صحة أبنائك وصحة أهلك، تأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللي بتعلنها الجهات الرسمية، واللي من أهمها المحافظة على النظافة الشخصية زي ما بحكي في كل فيديو. اغسل إيديك دائما بالمي والصابون بشكل منتظم وإذا بتقدر دائما، وكمان شغلة تانية العطس وإلى آخره، حاول إنك أنت تغطي فمك وتخلص من هاي خليني أحكي الفاين أو المحارم أو المناديل الورقية بشكل كثير مباشر، وأكيد إنك أنت تستخدم المعقمات. لهيك أنا في كل فيديو بس للتوعية عم نحكي إنه أنا وأنا قاعد في البيت عم بستخدم المعقمات، واللي نسبة الكحول فيها عم بتكون 70% أو أكثر. طبعا أنا مش عم بلاقي أكثر من 70%، فاستخدم أبو 70%. المهم عم بحكي لك عن وظائف الأخوية. قبل ما أحكي لك عن وظائف الأخوية، لا تنسى أنك أنت تزور الويب سايت اللي طلعناه علشان الناس اللي عم تسأل عن معلومات التواصل مع الشركات اللي ممكن تكون تشتغل في دولة قطر وممكن تلاقي فيها وظائف. هذا الويب سايت www.jisoby.com، عم بوفر لك كمية هائلة من المعلومات. أنت بتقدر تتواصل مع الشركات الموجود فيها لحتى أنك أنت تلاقي الوظيفة اللي أنت عم بتدور عليها، وهاي الملفات عم بنزودها بسعر رمزي للغاية، وهاي الفترة حاول أنك أنت تستغلها بقدر كافي، لأنه الخصم عم بوصل لأكثر من 95% حتى على الأسعار الرمزية اللي احنا بنزودها على الموقع. بحب أسمع الفيدباك منكم لحتى أعرف قد ممكن تفيدكم هاي الفايلات، ولحتى أعرف الأسعار برضو إيش رأيكم فيها حتى نقدر نعدلها قدر الإمكان لحتى تناسب الجميع. خلينا نبلش وما نطول أكثر من هيك. وظائف الأخوية القطرية لعام 2020، فتح باب التجنيد وفتح باب التوظيف في الأخوية، وتم الإعلان عنها في بداية 2020. لهيك أنا عم بحطها في هذا الفيديو من المصدر اللي راح تلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت هذا الفيديو. يا ريت لو تلاقي هاي الفيديوهات مفيدة ممكن تناسب كثير ناس أو تفيد كثير ناس، يا ريت لو تعمل لايك وشير، وأكيد تعمل سبسكرايب وإنيبل النوتيفيكيشن بيل حتى يوصلك دائما كل جديد. الشروط اللي بتطلبها الأخوية للتوظيف في دولة قطر، أول شيء بيحكي لك عن الأولوية، الأولوية للقطريين ومواليد دولة قطر. الشغلة الثانية أبناء مجلس التعاون الخليجي، والأولوية بالمقام الثالث لأبناء الدول العربية. فهذا معناته أنه أنت عندك قابلتي أنك أنت تقدم، سواء كنت من دولة قطر مواطن أو من مواليد دولة قطر أو من مجلس التعاون الخليجي أو من الدول العربية بشكل عام. فياريت اللي بده يقدم يلحق ويقدم برضو لهاي الوظائف. الشغلة الثانية اللي بتنطلب أو من النقاط اللي بتنطلب في هاي الوظائف، إنه ما يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام، وكمان المتقدم يكون حاصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة اللي هي التوجيه هنا في الأردن، الثانوية العامة في أكثر من دولة. وفي نقطة أنا بدي أقرأها قراءة حتى ما أخربط الأرقام الموجودة فيها، بيحكي لك إنه أن لا يقل معدله في شهادة الثانوية العامة إذا كان من فرع الأدبي عن 65%، وإذا كان من فرع العلمي أن لا يقل عن 60%، إذا من الصناعة والتجارة لا يقل عن 70%، وإذا كان معهد ديني أن لا يقل عن 70%، وإذا كان من مدارس مستقلة في دولة قطر أنه يعادل معدله في الثانوية العامة هاي الجهات اللي أنا حكيت عنها كمعدلات في الثانوية العامة. راح يكون في عندك كمان نقطتين أنت لازم تجتازهم كمقدم لهاي الوظائف، اللي هي المقابلة الشخصية والفحص الطبي. لازم تجتازهم بنجاح حتى يكون عندك ability أو قدرة أنك أنت تنضم لهاي الوظائف. والفحص اللي بيعملوه بيكون فحص طبي، بيكون فحص أمني، وفحص للغة الإنجليزية، وفحص للياقة البدنية. فحص أمني وفحص طبي ولغة إنجليزية للياقة البدنية، هدول أربع فحوصات أنت برضو بدك تجتازهم. فإذا اجتزتهم إن شاء الله بسلام أنت بتوصل، بتصير أقرب لهاي الوظائف في هاي الجهة. هلأ أنا هيك حكيت لك إيش هي، خلينا أحكي متطلبات هاي الوظيفة. حاليا إيش المستندات اللي أنت بدك تقدمها أو الأوراق الشخصية اللي أنت بدك تقدمها لحتى أنت تقدر أنك أنت تقدم لهاي الوظيفة؟ أول شغلة جواز سفر، نسخة من جواز سفر يكون ساري المفعول، ونسخة من البطاقة الشخصية تكون سارية المفعول، ونسخة من شهادة الميلاد.
بدك تقدم كمان شهادة معتمدة للثانوية العامة، شهادتك الثانوية العامة المعتمدة اللي تبين المعدل اللي انت حصلت عليه في الثانوية العامة والفرع اللي انت درسته، بدها تكون طبعا مصدقة حسب الاصول اذا انت اصلا من خارج دولة قطر او حتى من دولة قطر. وكمان بدك تقدم شهادة بتوضح ما عندك التزام بالعمل مع اي جهة حكومية من وزارة العمل ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية. والنقطة الاخيرة من الاوراق المطلوبة 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء والصورة تكون ملونة، هيك انت بتكون قدمت المستندات اللي انت بدك اياها. طيب بعد ما عرفت شو المستندات اللي انت بدك تقدمها لحتى يكون عندك ability انك انت تقدم للاخوية في دولة قطر، وين بدك ترسل هاي المستندات المطلوبة؟ اكيد بدك تبعتها على الايميل المخصص لهاي الوظائف واللي هو pr@isf.gov.qa pr@isf.gov.qa، وراح تلاقوه موجود عندنا على السكرين مكتوب لحتى تقدروا كلكم انكم تقرأوا بوضوح وتقدموا على الايميل الصحيح. لهون بحكي لكم بالتوفيق للجميع، وان شاء الله كل حدا بدور على وظيفة انه يقدر يحصل عليها. لا تنسى انك انت تعمل لايك وتعمل شير، تبعته للناس اللي ممكن انها يقدم على هاي الوظيفة لحتى الكل يستفيد والكل ياخذ الفرصة ويكون عنده ability انه يقدم على هاي الوظيفة. واكيد يا ريت لو انك انت جديد على الشانل تعمل لنا سبسكرايب، تعمل لنا اشتراك للقناة، وتعمل انيبل لنوتيفيكيشن بيل لحتى يوصلك دائما كل جديد في الشانل، لغاية ما تلاقوا الوظيفة اللي بدكم اياها ولغاية ما ينحل الوضع الحالي في الأزمة اللي نحن فيها. دمتوا بخير وصحة وسلامة، ديروا بالكم على حالكم، واشوفكم في فيديو جاي، وسلام.